على مدار 21 عاماً احتفت الشارقة بالمخزون الثقافي والتراثي للحكايات الشعبية للعديد من الدول حول العالم، حيث يأتي كل عام ملتقى الشارقة الدولي للراوي بحلة جديدة وفعاليات شيقة لجمهوره. دعم لا محدود يحظى به الميدان الثقافي بمختلف مجالاته من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة حفظه الله ورعاه، حيث يجتمع الحكواتيون والرواة من مختلف بلدان العالم ليضيفوا أجمل التجارب والحكايات الشعبية التي نشأنا عليها منذ الصغر للمشهد التراثي والثقافي الذي يشكله الملتقى بإبداعات جوهر الحكاية وعمقها ووجدانها. يسعى الملتقى من خلال محتواه إلى لفت الأنظار لأهمية الموروث الشفهي وضرورة الاهتمام بحملته من الكنوز البشرية الحية، حيث يأتي في كل عام ليؤكد على أهمية التراث الشفهي والخبرات التقليدية والمعارف والممارسات الشعبية لتكون ضمن قائمة الأولويات في العمل الوطني. وها نحن نترقب نسخته الجديدة التي ستنطلق يوم غد في مركز إكسبو الشارقة بضيوف وبرامج ثقافية غنية تعود بنا إلى الماضي الجميل وذكريات الطفولة.